طيب مارك كلاتنبرج امبارح خرج في فيديو واتكلم على الحالات التحكيميه لاكثر من مباراه، مباراه الاهلي وانبي، مباراه الداخليه والزمالك. تعالوا نشوف كلاتنبرج قال ايه، لان عندي تعليقات مهمه جدا ولسه في كواليس ثانيه بخصوص هذا الموضوع. Hello and welcome to this video, which is created by the refereeing committee, which shows refereeing incidents for the Egyptian Premier League, the Egyptian Cup, and the League Cup. بص دي لحظة البوينت هجيبها لك بقى وهي ماشية. دي لحظة البوينت اهو. اهي ايده اهي. كمل. لا هثبت لك كمان. ايده اهي. ارجع بس. ايده ايه ده اهي طالعة بره اهي اهي. اهي يا حبيبي. ايده راجع لورا مفيش ضربة جزاء. طيب زي ما انتم شفتوا بالتأكيد المحادثة اللي ما بين وائل فرحان والكابتن محمود البنا بخصوص ضربة جزاء، لا مش ضربة جزاء بالتأكيد. مارك كلاتنبرج اكد زي ما انتم شايفين بالتاكيد من خلال هذا الفيديو اللي اتعرض امبارح على صفحه اتحاد الكوره ان الهدف او ضربه اللعبه دي ما فيهاش اي ضربه جزاء، وان لمسه اليد ما فيهاش اي ضربه جزاء. وبالتاكيد فكره ان البعض يحاول يصور ان في ضربه جزاء، لا خالص. هقول لكم اكتر من كده كمان. امبارح كان في اجتماع اونلاين ما بين الحكام مع مارك كلاتنبرج، وفي الاجتماع اللي تم عن طريق زوم مارك كلاتنبرج قبل ما بيبدي وجهة نظره في الحالات التحكيمية بيسمع رأي الحكام في اللعبة، كل الحكام اللي موجودين في جلسة الزوم بيشوف رأيهم إيه، وحصل تصويت. عايز أقول لكم أكتر من 60% كانوا شايفين إن هذه اللعبة لا تستحق ضربة جزاء، يعني الحكام اللي بيديروا مباريات في الدوري ما اتفقوش بس مع رأي محمود البنا، لا ده إحنا بنتكلم ما يقرب من حوالي لو 10 حكام موجودين في الاجتماع بنتكلم 6-7 حكام اتفقوا ان ما فيهاش ضربه جزاء، وبالتالي اللعبه فعلا ما فيهاش ضربه جزاء. ونفس الشكل ده على فكره كان موجود في مباراه الاهلي وبيراميدز، والحكم البولندي اللي ادار نهائي كاس العالم كان متفق مع نفس اللعبه وما حسبش ضربه جزاء، بس الفرق ان في مباراه الاهلي وبيراميدز الحكم البولندي اللي موجود على تقنيه الفي ار ما عملش مشكله، فعلى طول ادى كونفيرم للحكم ان اللعبه ضربه ركنيه وما فيهاش ضربه جزاء. لكن مباراه الاهلي وانبي حكم الفي ار كابتن وائل فرحان شايف ان ممكن في رد ضربه جزاء، وبالتالي في بعض الحالات التحكيميه تقنيه الفي ار الحكم دوره حاجه واحده بس، ان هو يستدعي الحكم لو شايف المستند اللي قدامه اللي هي الصوره اللي انتم شايفينها دي بنسبه 100% فيها ضربه جزاء. لو عندك شك 1% ما تستدعيش حكم المباراه. ليه بقى؟ عشان ما تعملش حاله جدليه. ودي الرساله اللي قالها كلاتنبرج واللي بتتقال دايما في كل المحاضرات من المحاضرين سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي. حكم الفي ار ما يجيبش حكم الساحه الا لما يكون قدامه حاله واضحه وضوح الشمس 100% ضربه جزاء هاته، شاكك 1% ما تجيبوش. وده اللي الحكام كانوا بيتكلموا فيه امبارح. اكتر من 6-7 قالوا الكوره ما فيهاش اي حاجه، وبالفعل القرار كان سليم جدا من الكابتن محمود البنا. نكمل مع بعض ونشوف راي كلاتنبرج كمان في باقي الحالات. كمل. لا هثبت لك كمان. ايده اهي. ارجع بس. ايده ايه ده اهي طالعه بره اهي اهي. اهي يا حبيبي. ايده راجع لورا مفيش ضربه جزاء. The referee played on after the ball hit a defender in the arm while challenging his opponent inside the penalty area. The VAR reviewed the handball and requested the referee to an on-field review, which the referee kept his original decision. I agree that this is not a handball offense, as even though the ball hit the arm of the defender, the ball came from a short distance with his arm in a natural position and not making his body bigger. The VAR should not have recommended an on-field review for this offense. الفار بيشيك عليها. المدافع ما تاثرش. انا وقفت ماشي، انا وقفت على كده. الفار بيشيك عليها بديل. هو جريته واحده. جول. هات رايه جون، هاته يشيك عشان تداخل. تدخل؟ حوده مصباح معاك؟ ايوه يا حبيبي. الهدف سليم. لو انت محتاج تيجي تشوف عشان في تشوف تدخل ولا لا اطلع. انا شايف الهدف سليم. لو انت محتاج تطلع تشوف تدخل تمام يعني. سليم يا صباحي صح؟ انا شايفه سليم. هدف سليم.
Brighton referee raised his flag for offside after a goal was scored. The VAR checked the incident and recommended to change the decision to a goal, as the VAR agreed that the player, who was in an offside position, did not interfere with the defender. I agree that this is a goal, as it is not an offence to be in an offside position unless the player who is in an offside position touches the ball, prevents the defender from playing the ball, clearly attempts or makes an action to play the ball which impacts on the defender's ability to play the ball. In this phase, the defender is too far away from the attacker to be impacted and would not have played the ball. Referee awarded a penalty after two players challenged for the ball inside the penalty area. The VAR reviewed the incident and agreed with the referee's decision. I agree that the defender trips his opponent with his trailing leg without playing the ball after the attacker turned him inside the penalty area. طيب دي الحالات التحكيمية وزي ما كنت بأكد بالتأكيد على رأي مارك كلاتنبرج في الاجتماعات اللي تمت مع الحكام والفيديو خرج بالأمس في مساء الأمس وده تأكيدا لكل اللي قلناه امبارح. في نقطة بس جدلية في مسألة التداخل مع المنافس أو اللاعب المنافس، مش عايز أقول الخصم يعني، لأن احنا بنلعب في النهاية كورة ورياضة فدي منافسة ما فيهاش خصومة يعني. التداخل ليه أكتر من معنى؟ لأن أنا عارف إن الحالة دي يمكن فيها آراء جدلية كتيرة رغم إن القانون واضح جدا. أنا مش حكم ولا كنت حكم ولا هبقى حكم، انا راجل صحفي اعلامي بشوف قانون اللعبه بيقول ايه. ليه مارك كلاتنبرج قال اللعبه دي هدف؟ وهذكر كمان نقطه مهمه جدا بس بعد ما اقول ليه كلاتنبرج قال هدف وليه ناس كتير اتفقت معاه في نفس الراي. التداخل مع اللاعب المنافس على النحو التالي طبقا للقانون، واللعبه انتوا شفتوها وشفتوا المدافع لا وقف ولا ترقص كده ولا راح كده، راح على نفس اتجاه الكوره، ما حصلش معاه أي حركة تثبت إن هو اتأثر بأي تداخل. ليه بقى؟ التداخل مع اللاعب المنافس بتكون على النحو التالي. عشان تحسب بأن هنا في تداخل ويبقى في تسلل، لازم يكون في تصرف واضح مما يؤثر بوضوح على قدرة اللاعب المنافس في لعب الكرة. يعني المهاجم اللي الكرة كانت رايحة له وحاول يوصل لها وما عرفش ووقف، هل المدافع وقف؟ ولا بنفس جريته فضل بيجري لغايه ما حاول يلحق المهاجم الثاني بتاع فريق الداخليه، ما تاثرش وفضل على نفس السبرنت اللي بيجري بيه، ما حصلش اي تداخل ولا تاثر حتى باللاعب المتسلل. وبالتالي التداخل مع اللاعب المنافس عشان يتحسب تسلل لازم يكون فيه تصرف واضح وقيام المهاجم بتصرف واضح يؤثر بوضوح على قدره اللاعب المدافع في لعب الكره، وده ما حصلش وبالتالي الهدف سليم.